الحلم ديالو كحلم اي شاب هنا في البلاد باغي يحقق المستقبل ديالو، يعني بغى يهاجر باش يحقق المستقبل ديالو، يمشي يوصل صاحبو مشى معاهم جرو داوه معاهم. اليوم كملوا 13 شهر ونهار، دخل من تطوان من السبته، دخل السبته من تحلات السبته مشى عوم وردات ولا مارين، ما كيعلمنيش هو اللي عندي الواحد، انا والله ما نسرقو قسم بالله العلي العظيم ما نسرقو، نطلب عليه نسعى ما نخلي ما ندير على هذا الدري هذا خويا، انا عندي هذا الولد الواحد هو اللي عندي انا، ما عنديش من غيره كاع، انا عندي 7 سنين قاعده عندي المراه ما ولداتش، عطاني الله هذا الدري الخلق ديالو، جي عملت قلعه السلاغ نجي جامعه ولا سيدي عيسى سول عليه اي واحد اي استاذ كيتحرك على هذا الدري كيدير الخير والاحسان، داو لي انا الدراري صحابه والله ما عرفت، قسم بالله خويا العيشه ما كاينه عيشه، كاينه شي ماكله ما كاينه ماكله، عيد ما عيد، لو قع خويا كيقرا مشى من المدرسه والله تكتبته باقيين عندي خويا كيقرا في السان كيام اخويا، انا ما قاريش هو كيقرا، انا والله ما بغيته يمشي وما عرفتوش كي طرالي تمشى مع الدراري، مشى المره الاولى دار محاوله مدخل من تطوان ما غاش كذب عليكم، دخل من تطوان من السبته، دخل السبته من تحلات السبته مشى عوم وردات ولا مارين، ما كيعلمنيش هو اللي عندي الواحد، انا والله ما نسرقو قسم بالله العلي العظيم ما نسرقو، نطلب عليه نسعى ما نخلي ما ندير على هذا الدري هذا خويا، واني رجع في الله، حنا كنطلبوا الله والمسؤولين وسيدنا يوقفوا معنا، بغيناهم يا ميتين يا حيين، يا ميتين يا حيين، عاي تعاونوا معنا على وليداتنا نعرفوا على الحقيقه، على الحقيقه دابا بقيت انا امه وقسم بالله الخوت، لا مولي شاري لها الناس نضارب 24000 ديال الشوف تحرقت لها الشبكه، قاعده دابا مقابله قدام الدار الدار، اقسم لكم بالله العلي العظيم انا ناعس، انا خارج مع 12 ديال الليل. قسم بالله انا خارج من 12 ديال الليل شاد طاكسي انا وواحد ولدو توا غايب ليبيا شدينا ب 24 مليار القلعه وركبنا ب 16 مليار والله ما فوت المحسنين اللي كيعاونونا حنا انا عطار ما نكذبش عليكم والله حتى كنعطر بالنعناع ما نكذبش عليكم عندي هذا الدري الواحد هو اللي عندي اللي كان الرزاق هذا هو اللي كان الرزاق كل شيء في راسه في الجروب كاملين انا كنهضر في الجروب كنقول مع العار يلا نديروا وقفه على وليداتنا والله العيد ما كاين عيد اخويا قسم بالله نقسم لكم بالله على المعيشه حاره وكنطلبوا من سيدنا وهاد الناس المسؤولين يتعاونوا معانا دفعنا الطلب الاول ودفعنا الثاني وهذا الثالث الله يرحم لي مع الوالدين وقفوا معانا يبينوا لنا وليداتنا يا ميتين يا حيين لا دفناهم نبردوا والله تتبرد الليعه اخويا والله تتبرد اقسم لكم بالله العلي العظيم تتبرد الليعه ودفنتوا انا والله اخويا لا كنتحرقوا حق قسم بالله عندنا شي عيشه ما كاينه عيشه انا هو اللي كنقول لكم محمد ازريع وبا عبد المجيد ازريع جماعه ولا سيدي عيسى بن سليمان العماله هي القلعه الله يرحم لكم على الوالدين اليوم كملوا 13 شهر ونهار عام وشهر ونهار ولدي عنده 23 عام كيقرا وخرجوا واحد الليله الغد ليه قالوا 24 واحد مشات من القريه وما بان لنا حتى شي واحد ما عندنا اخبار واش ميتين واش حيين ما عندنا اخبار ديال حتى شي حاجه كيقرا وخرج من القرايه تقريبا بعام وعمر الحانوت في الدار ومشاو واحد النهار قالوا لنا راه مشاو 24 واحد ما شفناهمش حتى يبيع ويشري في الحانوت ديالو خرج من المدرسه ويبيع ويشري والحمد لله يعني ما خصو حتى شي خير وماشي من دوك الناس ما عنده حتى شي حاجه ديال يعني كان راجل معقول خويا جينا لهاد الوزاره باش نشكيو على ولادنا باش نوصلوا الخبر الرساله ديالنا للمسؤولين ديالنا وجلاله الملك الله ينصرو الله يحفظه مشينا للبرلمان ما عطاوناش الوقت مشينا للوزاره ما عطاوناش الوقت ودابا حنا جينا هنا وكنطلبوا من المسؤولين وكنطلبوا من جلاله الملك يعاوننا يشوفونا ولادنا فين مشاو انا ولدي مشى مع صاحبه قال لك مشى يوصل صاحبه ومني مشى يوصل صاحبه مشى معاهم جروا داوه معاهم ولدي ما تيقراش تيتريني ولكن ولد نقي ماشي شي ولد زعما موسخ ولا شي حاجه ولد نقي الاخلاق ديالو نقيه كلشي نقي ودابا اش نقول لك كنتمناو من الله يبانوا لينا حنا ما بانوا لينا لا ميتين لا حي مشى راه عارف كلشي كيبغي يمشي يحصل الوضعيه ديالو ولدي 26 عام 26 عام بنادم هنايا راه داكشي اللي باغيه ما لاقيش زعما مشى الانسان باش يحصل الوضعيه ديالو هادشي علاش كيمشيو الاولاد كلهم ايوا ما عرفناه دابا لا ميت لا حي حنا كنطلبوا من الله ومن جلاله الملك
ومنكم الناس اللي كيعاونوا عاونونا عليهم، الا هما ميتين عرفهم ميتين، لا هما حيين نعرفهم حيين. انا الاخت ديال المختفي والمفقود محمد البساوي اللي اختفى في ظروف غامضه، هو من ضحايا الهجره السريه، مشى من مدينه الداخل لجزر الكناري تقريبا سنه هذه من 27 شهر 11 2021، لحد الساعه ما توصلنا لحتى شي خبر عليه، لحد الساعه مازال ما تكلمش معنا، مازال ما سمعنا الصوت ديالو. كان كيشتغل يعني في شركه في مدينه كازا، ولكن يعني الحلم ديالو كحلم اي شاب هنا في البلاد، باغي يحقق المستقبل ديالو، يعني بغى يهاجر باش يحقق المستقبل ديالو.